تقريره عن كل الكلام اللي قاله ايوب، والجخ اللي جخه شليتها اللغه القبطيه، والحكمه بتاعه سفر النعماوي عند النعمان وزمايله، قال لهم لم تقولوا في الصواب كعبد ايوب، ما نسمع اللي قاله ايوب لا تطيق اذن بشر. قال له هو ما فيش قدامك غير ايوب، صحيله طول النهار، عملتني نشان وعملت تتمرن عليا، هو ما فيش حد غير، ما تشوف حد غيري، سيب نبل عريقي. طيب قوم اوزن خطاياي في الميزان انا هتبرأ. شوف التحدي. وبفعلا طلع انه افوكاتو رائع، حامى اعظم حماه عن البشريه وعن بر الله. وبعدين يظلموا ايوب ويقولوا كلام عجيب جدا في حق ايوب، مع انه ده صار مثلا وأغنية في الإنجيل كله إن صبر أيوب صبر أيوب وكل الأجيال. وبعدين حط عليه الضيقات كلها عشان يتمجد الله فيه. كذلك في هذا النبي الرهيف الرقيق المشاعر الذي لم يحتمل أن يكون كارزا لخراب أبدا. وبعدين يتهيأ لي يعني حسب ظني أنا بس أنه لما عبر في أعماق المية وكأنما شيء حدث سرا، ونفخ نفخوا الحوت في على الشاطئ وقام على رجليه، اخذ روحا مجددا. قال له هنا 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 زي ما قرينا دلوقتي، تروح لنا ولا روح. وبعدين في انجيل لوقا اشاره لطيفه جدا بس برضك مبهمه، عوجه روح تنطلق عشان تاخد اللي وراها. قال وكما كان يونان ايه لاهل نينوى، هكذا ابن الانسان هو او يكون آية لهذا الجيل. نفس الشخص. طب دي معناها ايه؟ معناها ان بلغ اهل نينوى ان يونان وقع في المية وعدى في بطن الحوت 3 ايام وقام. ده مفهوم الآية، خلوا بالكم تاني من انجيل لوقا بيقول كده، وكما كان يونان آية بنفسه مش بكرسته لأهل نينوى، هكذا ابن الإنسان سيكون آية لهذا الجيل. ففي الواقع اللي جازوا يونان شيء مش هنقدر نتكلم عنه كتير، ولكن نعرفه أكيدا، نعرفه أكيدا في المثل التطبيقي في المسيح لما مكث 3 ايام و3 ليالي في الهاوية، قام سبى سبيا وأعطى الناس كرامات، قام ونفخ فوق التلاميذ على طول وقال كل من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، اعطى الحل والبركة على الارض لتدوم الى ابد الابدين. تسمع الكاهن يقول لك ايه؟ كما اعطيت الحل للتلاميذ يعني في كنيستك المقدسة على الارض انا بعت الحل لفلان. هكذا دام هذا الحل الذي يفك كل الخطايا بعد قيامة المسيح مباشرة. خلوا بالكم من التطبيق. قام يونان وراح لنينوى وقعد يكرز ليها طبعا بالخراب، يعني لما قال له بس يبدو ان قال لهم شوفوا انا اللي حصل لي كيت وهربت، مش عاوز انا اجيب لكم الرساله الوحشه دي، ولكن حصل لي كيت وكيت وانا جاي اقول لكم الامر وما فيه وماليش دعوه سبتكم. نيجي بقى لهنا في الواقع منظر من المناظر الرهيبه. بمجرد ما سمع الملك ما قد نادى به يونان قام عن كرسيه ألا ثياب المزركشة ألا عز الملوكية وفخفختها وجمالها وفخرها الكاذب ومجدها السوري الذي يقول حتما إلى تراب ودود، ولبس المسوح، هو لبس المسح وهم لبسوا المسوح الشعب كله، وأعطى أمرا هذا الملك الجبار أن يرفع الطعام عن كل إنسان كبير أو صغير حتى رضيع، وعن البهايم كلها مفيش أكل ولا شرب في المدينة 3 أيام. ولبس المسوح، هو لا هو يقال لبس المسح إنما جمعها مسوح، مسح بكسر الميم، وقع في التراب والرماد، يعني شال التراب على رأسه، ده الوضع القديم بتاع التوبة والمسكنة 3 أيام. ما أجملك يا نينوى، يا سلام 3 أيام، إيه النقلة دي؟
مدينة بأسرة بيقول عنها الكتاب انها كان فيها 12,000 ربوة، 120,000 نسمة، ربع مليون تتوب كلها ويعفو الرب عنها عشان توبة صغيرة. ايه ده؟ ما هذا الحضن المتسع يا الله؟ ان هذا عجبا، مدينة وثنية تؤمن بالله لا بعماد ويا كتب وفرسين ولا بآية، لا من السماء ولا من الأرض، تتوب المدينة الوثنية ويعفو الله. يا سلام، لو علم هذا كل خاطي ما استكثر خطاياه أبدا على عفو الله. لو درت الكنيسة كما ينبغي عن هذه التوبة الجماعية لاستطاعت أن تجلس مع أبنائه في هذه المسح وفي التراب في تراب المزلة، ولاستطاعت أن تكتذب لنفسها عفوا من السماء، ولكما قال بطرس ولا مين مش عارف يا ربي اسعفني، حتى تأتي أزمنة الفرج من عند الله. يا أحبائي، إن تعطلت أزمنة الفرج فالعيب منا. نينوى كانت تسير إلى الهاوية والهلاك، ولكن بوقفة شريفة شجاعة أمينة على قدر الدعوة وقدر التهديد تماما استطاعت أن تكتذب لنفسها عفوا من السماء. أيها الخاطي، ماذا يعوزك؟ يعوزك المسوح؟ يعوزك التراب؟ ايه اللي يعوزك؟ لو كانت التوبة بذهب بفلوس، لو كانت التوبة بتستلزم سلم طويل نطلع بيه للسماء، لو كانت التوبة بتستلزم مننا جهد جسماني ونفساني وعقلي وحكمة وصواريخ عشان نحضر السماء المسيح من السماء او نصعده من الهاوية، لقلنا التوبة شقة وصعبة وحطنا لها مناهج. ولكن إن كانت هذه هي التوبة، أي إنسان قديس كان يستطيع أو يجرؤ يضع للتوبة منهج؟ ده كلام عن المنحشي. نينوى تضع لنا نموذج لتوبة مبسطة قادرة بعنفها أن تفتح أبواب السماء وتحضر عفوا شاملا بلا اي استثناء للمدينة بأسرها. يا ما احلاك يا نينوى، ما احلاك اليوم في نظري وفي نظر الكنيسة الحكيمة المرشدة بالروح القدس اللي وضعتك النهاردة قدام عينينا واحنا داخلين على الاربعين المقدسة، حتى لا نستثقل صوما ولا نستثقل استضاعا. ان كان الملك كان هذا امره، ملك نينوى الوثني الذي لا يعيش ولا يستطيع ان يستمد ملوكيته او هيبة ملوكيته الا من الذهب والصولجان الطويل اللي في ايده والعرش العالي المرتفع، هذا الملك الذي لا يعرف معنى الاتضاع انصاع بسهولة لمنادات هذا اليونان وترك كل هذا وجلس في التراب. نعم، نحن قادمون على الاربعين، يعوزنا قلبك قلب ملك نينوى. ان كنا ملوك وان كنا عظماء وان كنا ذوي جاه وذوي ملابس ثمينة ورتب عالية، ولكن من شايف يعني فيك عد يعني اعظمكم هنا في ايه يعني؟ لما اخذ فيه برضك ناشين وحاجات زي كده. ولو ملك نينوى ربع مليون في ذاك الزمان، نبع بتاعت 12 ولا 20 مليون نفس، مدينة اكبر من لندن. يا نينوى، حتى البهايم بطلع من المزود وذكر البهايم وبعدين توبيخها لنفسي، وكنت بقول واتكلم وقالوا الاباء مش انا ان يعني نزل المسيح مش الصفر الى تحت الصفر، لو الصفر يجي راجل فقير غلبان كان يلبس
ثوب فقير ويتولد في بيت فقير فكوخ صفيح، ولكن المسيح حب يقف ورا البشرية كلها بعشر خطوات، فتولد في مزود من طين على حفنة من قش، ولا تبن في مزود للبهائم. اطلع من مزود بتوبيخه، ادخل لنينوى، بقى مش بعناش من توبيخ اتضاع الرب في ميلاده، ندخل للتوبة على مستوى الحيوان. طب وايه رأيك لو ما كانش الحيوانات صامت اليومين دول؟ خايف لو يكون التوبة ما كانش تيجي كاملة. يا نهار ابيض، يا نفسي يا ما فيك من غرائز حيوانية عاوزة تتربط الربطة دي، يا ما فيك من غرائز وحشية مش حيوانية، صدقوني على الله. يا ما فيك يا نفسي يا اخي، يا اخي البقرة والحمار اللي بيرسموه وهو بيبص على المسيح المولود ده حيوانات لطيفة طيبة خالص ونفع، انما في نفسي وحوش، في نفسي وحوش ضارية تطلب ان تتعالى على غيرها، كما يعلو الاسد غزال ياكله عشان يسمن ويدخن ويزداد عمره. يا ما فيك يا نفسي، يا ما فيك من غرائز من كل صنف، اقلها بهيمي، ولكن لا يستثنى منها وحوش كثيرة كثيرة، وذئاب وثعالب ماكرة. يا نفسي يا ما فيك من صفات المكر والخبث واللف والدوران، عشان تطلبي غايتك وتوصلي لغرضك. ما اكثر توبيخ لنفسي منظر نينوى ببهايمها وهي واقفة على المزاود، فإن التيران وقعت من الجوع على الأرض خائرة خائرة. يا نفسي أنا شايف كده برضك فيكي يا مدينة الله، شايف فيكي كده يا نفسي يا مدينة الله، مش ممكن هتنجي أبدا من خراب المدمر بعد الأربعين، إما كنتيش تسمعي أمر الملك وتعودي معاه على الأقل معاه. يا سلام، البهايم مع الملك. وجلست هي الأخرى على التراب صائمة تخور خوارا. نعم جيد لك يا نفسي مثل هذا، جدا جدا أن تربط حواسك كلها، البهيم منها والوحشي، وأنت معتقدة أنك أنت متمدنة، او يعني يا ما فينا ناس بتشعر بان احنا منها من بيوت راقية. ما يموتنيش يا اخوة احبائي وابهاتي الا واحد يقول لي ده انا اسرتي، يعني او انا نسبت اسرة عظيمة. يا اخي يا اخي اختفي يا اخي، اقرا انجيل متى الاصحاح الاول والثاني، وبعدين ده انا سمعتها مرة من واحد راهب بيقول ده اسرتنا يعني كبيرة وكويسة وغنية يعني. قلت له صدقني انا ابويا كان راجل فقير وبياخد مني 400. ده الرد المباشر ليه؟ من حسرتي، من حسرتي اسمعها من راهب يقول ده انا اسرتي غنيه وعندها عطيان، يا دي البلوى، امال الالماني يقول ايه؟ فكان ردي المباشر، وده حقيقه انا مش بكذب عليكم، ابويا اول ما توظف كان بياخد 3.5 جنيه، وربى اولاده كلهم في مخافه الله وفي كل علم ومعرفه، بس من الفلوس الصغيره دي بس من وراها كانت مخافه. ده اللي يفتخر، يفتخر بالرب يا احبائي، ولكن ثقيل على سمعي وعلى سمع الكنيسه وسمع المسيح ان واحد يقول انه من اسره عريقه، او اتجوز واحده من اسره كبيره، او يا ابونا انا اصلي لي عشان ربنا اعرف واحده كويسه من اسره كبيره كويسه. يا سلام، كسيف. اقول له يا اخو روح 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 ايه انا طبعا عارف اللي هقوله، مش عارف بقى اقول ولا ما اقولوش، روح ناسب ايه؟ ايه قول ايه الايه بقى جدع، روح ناسب المزود. لا ضحك، لا ده كلمة بك يا اب، كلمة بك يا لم الله، لان اصل انت عملت كده، انت ما عملت كده، وما كانش انت يبقى ابوك، وما كانش انت وابوك هيبقى ابنك اللي بتربيه، او ما تتفتح هنا على الجواز عاوز واحده غنيه كويسه من بيت كويس.
اليوم يا أحبائي أكشف أمامكم سر السماء